فقه المالكي عرف نوعا من الثراء والتنوع على مستوى الإنتاج في السنوات الأخيرة، إلا أن توسيع البحث يتطلب جهودا من طرف الفاعلين في المجال الديني لإبراز المناهج والقواعد التي يتم اعتمادها في حكم النوازل. سعى من وراء هذا الاختيار إلى توجيه الطلبة وتوجيه الباحثين إلى الوقائع المتجددة في المجتمع لكي يبحثوا لها عن حلولها الملائمة. نعقد أملا إن شاء الله على هذه الندوة في أن تصل إلى نتائج علمية يتوافق عليها إن شاء الله العلماء، ويعملون على المسير في هذا الاتجاه تجاه مراكمة فقه جديد للنوازل. الندوة الدولية التي احتضنتها مؤسسة دار الحديث الحسنية عرفت حضور مجموعة من العلماء والباحثين في فقه النوازل بالمغرب، ندوة تهدف إلى تزويد الأجيال الصاعدة بالثروة الفقهية تماشيا مع التحولات التي شهدها المجتمع المغربي. بفقه النوازل الذي كان دائما ميدان التجديد، فدار الحديث الحسنية تهتم بهذا الميدان كثيرا، وهي صراحة قد استضافت اليوم علماء ليس من داخل المغرب، ليس في المغرب فقط، ولكن من خارج المغرب ككل. المجتمع المعاصر باختلاف مشاربه الفكرية يفتح الأفق أمام علماء الدين لإغناء الصناعة الفقهية المستعملة في تحرير النازلة وجعلها من بين الروافد المنهجية للاجتهاد الفقهي.